صحة سيدكم. اللي نتكلموا على الفواكه، الفواكه فيها فائدة كبيرة، هي أذواق وألوان وأشكال وحتى أثمان. لهذا الفاكهة كاين بعض الناس يميلوا للفاكهة على الأخرى، مثلا كيقول لك التفاح خير من الجاص، العنب خير من الخوخ، البنان خير من التفاح. هذا خطأ، ما كاش فاكهة خير من الفاكهة، كل الفواكه مليحة. من ناحية ثانية نوع في الفواكه، فقط الفاكهة تكون فاكهة الفصل، يعني إذا كان يكون فاكهة غير فصلية نقدر نقولوا يعني غير صحية. لهذا نركز على فاكهة الفصل مهما كان الواحد تاعها. بعض الناس يقول لك فاكهة كبيرة خير من فاكهة صغيرة، خطأ. الفرق بين الفاكهة الكبيرة والفاكهة الصغيرة هي الثمن فقط، كان كبيرة تكون غالية على صغيرة، فقط تكون يعني نقية وتحافظ على الشكل تاعها وماش كنت تعفنها هذا المكان. الفاكهة في السحور مهمة، علاش؟ تمدنا الموت من السكر، الماء يحيي العطش والسكر يحيي الهيبوغليسيمي. حتى في الإفطار أو في السهرة مليحة كذلك، يعني هذا الفاكهة مليحة، ولكن صح فقط الفاكهة تكون حبة ومشي عصير. صحة صيامكم.